خليني اروح بالملف بالحته دي كده للدكتور احمد فؤاد انور، استاذ العبر الحديث بجامعه الاسكندريه، وواحد من الناس الحقيقه الباحثين باستمرار، باحثين باستمرار في هذا الملف، واللي بنستفيد من وجوده كتير جدا معانا. برحب بيك يا دكتور احمد. اسلم يا جابر بيا مبدع، اهلا وسهلا. اخبارنا ايه في المنطقه دي وفي الظرف ده؟ يعني في الظرف ده انا احب اكد ان اولا المخططات الاسرائيليه والجرائم الاسرائيليه سبق تجربتها، يعني فشلوا بامتياز فيها. محاوله كسر الاراده لم تفلح فيما مضى ولن تفلح في الفتره الحاليه، بل على العكس. يعني انجازات نتنياهو ان اسرائيل تقلصت، بقت تبدا من حيفا حتى جنوب تل ابيب، مفيش النقب، مفيش الجليل الاعلى، بسبب الخوف والهلع من ردود الافعال على الممارسات التي بدات ترتكبها حكومه الخراب منذ ديسمبر 22. فعلى هذا النحو اسرائيل باتت في عزله دوليه، اسرائيل على دكه محكمه العدل الدوليه. اذا كان في تسونامي في الولايات المتحده داخل الجامعات فهو ينتقل الى جامعات اخرى في دول اخرى. حينما يقرر الاسرائيلي ان يسافر الى ايرلندا، المواطن العادي يتردد، يعني يظل ايرلندا او غيرها. طبعا تركيا اصبح الوضع صعب جدا، فدول عديده وموجع بالنسبه لهم ما يحدث الان من جنوب افريقيا، يتهمونها بانها الذراع القانوني لحركه حماس. في تخبط داخل اسرائيل حول كيف يكون المسير بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق اهدافه. يعني احنا في موقف اعتقد انه الاكثر صعوبه في ال 76 سنه اللي فاتوا. يعني تضحيات غير مسبوقه، لكن لا يزال الشعب الفلسطيني متمسك برضه. لن يكون الفلسطيني مثل الهنود الحمر ومصيرهم، لان ارادته لم تنكسر، لان العالم يساند. يعني اغلب القوى في صفه. حينما كان في تصويت وجدنا دول هي في الحقيقه مجموعه من الجزر، الاسرائيليون لا يعرفون اين تقع. يعني اذا جبت وزير اسرائيلي وقلت له اين بيلاو، اين مايكرونيزيا التي تؤيدك، لن يعرف مكان. فيعني ده وضع غير مسبوق. هو حاليا الراي العام الاسرائيلي غاضب على حكومه نتنياهو، لكن نتنياهو يعلم بانه لو جرت انتخابات مبكره لن يعود الى الحكومه. وفي نفس الوقت بعض الاحزاب التي تتشكل منها حكومته الائتلافيه لن تدخل الكنيسة من الاساس، فلذلك هو يعلي من مصلحته الشخصيه لدرجه ان مجموعه من المفاوضين الذين خولهم بالتفاوض وجهوا اصبع الاتهام اليه، قالوا انت الذي افسدت الصفقات في اكثر من مره، كان هناك صفقه متبلوره. ومنها الموقف الاخير ان اسماعيل هنيه خرج وابلغ العواصم المختلفه بموافقته، وفي النهايه فجر نتنياهو الامر برمتي من خلال ضرب شرق رفح. طب لما، يعني سؤال اخير في الحته دي، لما الاسرائيليين حاسين او الشعب الاسرائيلي حاسس ب ب ب بوضع سيء، ليه ما امشي على الحكومه؟ ليه ما طالبش الحكومه مرات عده؟ ليه ما حصلش يعني مظاهرات في الشارع تطالب بان هذا الرجل يتوكل على الله؟ لا، هو طبعا في مظاهرات وفي تخوين، بس ليس بالقدر الكافي. ليه؟ لان بتكلم على القدر الكافي دي. ليه بقى؟ لان المجموعه التي يعني يمين متطرف، المجموعه التي تتحرك ضد نتنياهو لان لها أسرى ومحتجزين 132، بعضهم علم بأن مأزويه قتلوا، فبالتالي يعني استقر في البيت. ففي مجموعة تانية تم شرائها، يعني التخوين طوال الوقت. إنما الخطر على إسرائيل حاليا هو التخوين والتخوين المتبادل، بمعنى إن في معسكر بيقولوا أنتم بتخونوا الدم في ضباط كبار للأسف للشهر الثامن، ولا تسعون لإخراجهم لا بالدهاء ولا بالقوة ولا بالدبلوماسية. ف
ففي مجموعه ثانيه تقول يعني دول يذهبوا الى الجحيم في مقابل بقاء اسرائيل، بقاء اسرائيل مهدد. فمش مهم مجموعه الاسرى والمحتجزين، حاليا احنا قدام مجموعه ال 64 ومجموعه ال 132. 64 ده الائتلاف الحكومي، وال 132 اللي هم الاسرى والمحتجزين. دول لهم انصار ودول لهم انصار. التخوين ده قد يقود الى سيناريو رابين 2 اللي هو اغتيال سياسي في ظل ان الخيانه عقوبتها الموت. دكتور احمد فؤاد انور استاذنا واستاذ العبر الحديث بجامعه الاسكندريه، بشكر حضرتك على هذا التوضيح، شكر جزيل.